شي من داك هكا ديال هكا الجنون وانا نولي كنقطعني بجنون كنعطي لي هاد الحب بعدا توقع مع دار لي وين يجيني يقول لي مرحبا قال لي حيد يا مول بقيت هكا تنقبض على وليدي انا ريت قلت تيجي هو فهمت جي عندي صافي عندي قطع غير راسي كما داك الشبيديه راسي كان حيدي ضرب قطع لي هاد الصبع هذا هو الوسطاني قطع من تحت كامل وهذا هو طار من الطفار ديالي جي عندي راسي اي حيدي راسي وانا نضعك بيدي بحال هكا انا يلا فطرش 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 خرج الدار ديالنا انا خرج كنسمع الغاوش سمع الغاوش تمي جاي تمي خارج غاد وصلت لهنايا تمي خارج تي كنشوفهم داخلين كيكزرو داخلين داخلين لا شاد الجنوي كاين على الجزيرة على الجزيرة ما دخلش تما جاي عندي جاي عندي واحد جاي عندي صافي جاي عندي قطع غير راسي ما كاليش هاكا جات في الصباح شي هاو الصباح عاد مقطع قطع من هنايا هذا طار 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 من الفوق من هنا طار الطفار الفوقاني هذا هو شلط كما داك الشبيديه راسي كان يحيدولي يعني كان مقصود راسك تحيد صافي راسي كان جاي صافي ني جاي عدي راسي اي حيد لي راسي وانا نعطيك بيديه بحال هكا ما عطاكش بيديه شنو السبب اللي خلاهم يهاجموك انت حيت انا ودخالهم فهمتيني انا جاي بصحابهم انا طرف من حسب انا تما جاي جاي عنفك طيب عنفك من هي ديالي صافي تمي جاي قلت لي تيجي هو يعطيني شرع معايا شرع عليا عطاك شي بيديه بحال هكا ضربني قطع لي الصبع هذا هو الوسطاني تقطع من تحت كامل وهذا هو طار من الضفار ديالو وهذا هو طارت له الشحمه من هنا هاي في واحد ضريبه هنايا راه ما ها راه تما لي معوج جا واحد الضربه هنا صغيره هاي راسي كان عيط يطيروا لي صافي هادشي اللي كان عميت صافي عيني طفاو بقيت على قال لي والو حتى شي مو طاحش عليا صافي المرحوم في ديك اللحظه مسكين عادي لدينا طبعا غادي انا دابا باقي مصدوم دابا باقي كنشوفو مسكين باقي مصدوم كله ضرب كله شحال هاد الدماياش كله دم كله 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 ضرب انا دابا ما كنبغي نعس كنشوفو بعينيا راه من تضرب ما نعس لا والو من تضرب الصباح كنفيق بكري ملي كنبغي نعس صافي كيجي لي قدام راسي يعني بقيتي بصدمه كيجي لي قدام عينيا الصباح كنوض بكري كنفيق كنضرب من فايقه بكري كنوض ما كنتش بحال هكا كي كان عادل في الحياه ديالك عادل مسكين كان دريويش عادل ما عادل ما كيهضر ما كيتكلم وحنين ضريف كلشي كيبغيه كيجيب له مشاكل لا صداع لا والو مالي وليداتو خدام على وليداتو عزيزه عليه مو مي خالده ضريف دريو عادل حنين كلشي كيبغيه يعني كما تيقولوا كاع الناس هاد ما كان عنده معاهم لا حساب لا والو خارج لا والو لا وما عنده معاهم والو عادل ما عنده معاهم والو عادل دريويش عادل حنين هادي كلشي كيبغيه حنا بغينا ياخذوا الحق هادشي اللي بغينا حنا الحاله النفسيه ديال العائله لا الا كامل هاد العائله كامله دراوش كيقلبوا على الزعل المشاكل دايرين من بعد الموت ديال العادي وتصدموا ما بقاش كما كانت العائله شهر رمضان ما فهادشي معاهم باش كانوا جايين دابا باقي مصدوم انا والله الا دابا باقي مصدوم بالله انا ما بقيتش فاهم والو انا فهادشي شي تفاعل مع الحاله ديالنا شي تفاعل مع العائله ديالنا لا يعني ماشي جهات اخرين للمساعده يعاونوا الزوجه ديالنا خلى زوجها خلى جوج د الوليدات ما كرهناش اخويا حتى كتشوف انا خدا كنخدم الصباغه انا ما تدرجو انا مريحه انا بقيت معطوب انا مريحه مصدوم ما كنهضر مع شي واحد ما كنضحك لا والو صافي كنبغي نعس كيبقى يبان لي مرحوم مسكين قدام عويناش الصباح كان فيق بكري دابا كنقولوا الدراري باقي معاك ما باقي مصدوم قلت لهم هادشي تاع الله هاد الناس كانوا طاغيين شويه هاد الناس مجرمين بزاف يلا قطع قطع السيد دراعو ضرب الحبس خرج من 7 سنين خرج كيبيع السيليسيون والحشيش صافي كيدعي عاود لقاش لهم يعني هو خرج من 7 سنوات ديال الحبس 7 سنوات خرج يعني ما خرج بسبع سنوات خرج قايبيع امه كامل ضرب 7 سنين كاين اللي كيقول 7 كاين اللي كيقول ضرب 7 سنين اخي كيكذبوا والله ضرب 7 سنين يعني الاهم ضرب مده طويله في السجن هو على 5 سنين بحال يعني ضرب مده طويله في السجن خرج وكوك ما دارت له والو هذاك اللي ضربها يعني ما تردعش صافي خرج النهار الاول بقى يجمع الربايع قدام دارهم كيدخلهم للدار كاين عاش تراب والسيليسيون والحشيش شي واحد ما كيهضر معاهم في الحومه
هاي درا ما كيخافوا منهم كاملين كيخافوا منهم كلشي كيخاف منهم قزارة كيهضروا على بجناوة بالقتل وبالذبح كيهضروا بيصاف باش تهضر معايا زبيدك شي موضوع زوين ولا والو انا ندير لك انا نقشر انا نقطع لك دراعك انا كما تاكيش بدراعي راسي كنمشى صافي انا هو قشني كان يذبحني كان يسالي معايا انا داخل عندك الناس كيعرفوا غير القشير ما يعرفوا زعما يضربوك لا والو ما كيهضروش بداك الشيء كيهضروا على القشير والذبيح صافي الله يعطينا الله يعطينا الله يعطينا كيهضروا على بداك الشيء هاد الناس يعني انت قدامنا مراد دوك انك دابا ضحيه لو كان ما كاليش اش بيدك والاطاف الالهيه كان يحل لي راسي صافي كشان نمشي كشان نموت انا صافي شيش عندك فيديو صافي عطاك عيني طفاو عقلي حبس عايش مشى جات امي راهي جات طاحت مني داوني الطبيب مقلسه بعدا توسط راجل طبيب العظام هاي شاو شاو كان الصباح مشى كامل الاخر مشى عاوشان باقي مع هذا كاع يدير يخدم كاع يدير ولا كنت ديباني في الساكن كنت في الصباح عاد بها العام ريحان صافي هادشي اللي كاين